السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المهم انا سميتها هي بالنسبه لها المشكل ديالنا حنا خمسه اتهمتنا بنت بها تكعرض قصير بالعنف، وانا بالضبط قالت لي بلي انا اللي حملتها واغتصبتها، وانا من نهار قالت لهم انا حملتها واغتصبتها انا كنطلب لهم الخبره، طلبت لهم الخبره فين ما مشيت عند القضيه التحقيق عند الوكيل عند كل شيء، انا طلبت لهم الخبره حيت عارف راسي ما داير والو، طلبت الخبره خرجت الخبره ولقى داكشي حتى ديال شي واحد فينا، ما تقول لي ديالي باقي انا حتى ديال شي واحد في دوك خمسه كاملين وكوكا عباد الله. واش هادي بنت هادي بنت؟ ولكن هادشي كامل جابتو العلاقه السياسيه اللي كاينه في الدوار، علاقه سياسيه حنا مع الاتحاد الاشتراكي وهي مع الاستقلال، وربحنا هذا العام ان شاء الله الحمد لله الانتخابات هادشي اللي والجلسه مشينا للجلسه ردونا مداوله حتى 12 في شهر 7 ان شاء الله. تظلمت تظلمت بزاف ماشي شويه، مشى ليا لافاك دابا فين صافي تهدمت، ما عرفت فين غنبدا ما عرفت فين غنسالي، ماشي انا ماشي انا بوحدي حتى الاخرين ما عرفت فين غنبدا ما عرفت فين غنسالي، حياتنا ضاعت حياتنا ضاعت. ولا انا ما كلمش الدوله، الدوله ذات اللي عليها، ما كلمش الدوله، كلم ذاك السيد هو اللي يجيبو هو يتحققوا معاه هو. علاش انت بالضبط دخلتي لهذا الشيء؟ علاش دخلتي هذا الشيء؟ علاش دخلتي؟ انا بغيت التعويضات ديالي، اعطوا لي التعويضات ديالي بغيتهم، لا الله ياخذ فيهم الحق. سمية ديالي حمزه شله من اقليم طاطا من الدوار القيها في عمري 19 عام، جديد على هاتك عرض قصيره بنعف فابور، ما درنا فيها والو، ضربنا عام ديال الحبس فابور، كنا درنا فيها شي حاجه هي بعدا ما درنا فيها والو. في بلادنا كاينين شي مشاكل ديال الانتخابات وصافي، الحزب هكا والحزب هكا، خسروا ما في الانتخابات راه دار في الاول ماشي 13 واحد 17 فرد في هذا المنتف، والسنه حنا غير خمسه، واحد راه انتحر كاع فابور، واش قالت لي هاد الدول ديالك ولا شي حاجه ما تقبلش، هو مشى دار المشتقى في البلاد ونطاح، وجدونا حنا حنا بغينا نعرفوا فين هما دوك 13 ولا 17 واحد اللي كانوا، دابا راه بقاو فيهم غير خمسه، فين مشاو عاوتاني دوك ثلاثه الاخرين سبعه اخرين تسعه تسعة الاخرين فينا هما فين مشاو؟ حنا ظلمونا هكاك، مشات لينا نقرا دابا لا خدمه لا والو لا المستقبل لا والو، كنقرا انا في السانكية، كون جات كنقرا في تسعة كون جات غنمشي للسانكية مضبط، صافي دابا بغيت نقرا وما لقيتش الفرصة كيفاش ندير نرجع، صافي عرضون كاملين عرضون، درنا التحاليل للاضيئين، حتى واحد فينا ما خرج، خمسة دنازلنا للاضيئين حتى واحد فينا ما خرج، وحاليا باقي كيلوحوا علينا وكيهضروا علينا في الفيسبوك، المجرمين المغتصبين وزيد وزيد، احنا دابا جاي اللي سينا فاقدين ودي على عطيونا التسعة وصافي، بغينا بغيت غير نرجع نقرا ما قلت كيفاش عاوتاني نرجع، بغيت نرجع نقرا والو. دابا مشينا لسينا في دوزان لسينا في قالوا مداولة 12 في شهر 7 2023 مداولة كتشوف كنطلبوا الحقوق ديالنا، بغينا التعويضات ديالنا، تولونا طنطا قال لكم مداولة صافي، سميتك سميت باك صافي مداولة. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.